حفرت جزءاً من ذاكرة البشرية. من هنا، من جذور كانت بذوراً غرست لتبني حضارات. هي الأوابد من تبقى على أثر، تزول وتحيا للزمان قائمة، تخبر من يراها بعين نسر أنها خطت حياة على حجر. كيف كانت البداية؟ من خط الحرف الأول، كيف استمر وتطور؟ إلى أين وصلنا؟ هذه الجدران التي اختزنت حياة براعم نمت، صنعت وزرعت، عملت وناضلت وكتبت لمدارسنا تاريخ. حين نتحدث عن التعليم في الجمهورية العربية السورية ما بين عامي 1952 و1970، فإننا نعود إلى مرحلة الوحدة مع مصر الشقيقة، حين كانت الدولتان تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة، والتي وضعت نصب عينها الاهتمام بالتعليم وتعميمه، ثم تباطأت هذه المسيرة مرة أخرى بالانفصال عن مصر، فاستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1963. ومع قيام الحركة التصحيحية عام 1970 وإعلان الدستور الدائم للبلاد عام 1973، والذي نص على أن التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله، تم التوسع الكمي والنوعي في التعليم وانتشر حتى في القرى النائية. على أن التعليم في تلك القرى لم يكن منسياً، حيث عمد الأهالي بالتعاون مع المتعلمين منهم على إحداث أماكن للتعليم أبنائهم، وهذا ما فعله المربي الفاضل عبد الحميد محفوظ في دريكيش. عبد الحميد محفوظ كان يصطحب الآذن إلى بيوت الطلاب ليلاً ليرى إن كانوا على الفانوس، ليرى إن كانوا يدرسون أم لا يدرسوا، وفي اليوم يسألون لماذا لم تدرسوا، لماذا لماذا لماذا، يعني هو تابع المسألة ميدانياً، هو شجع وأعطى الفقراء، هو أكسى العارين، وبالتالي كان يعطف على أبناء الريف ويريد أن يتنوروا ويتعلموا. وحدثني أكثر من واحد قال كنا نرعى وإذ بي عبد الحميد محفوظ والشرطة يلا على المدرسة. باتت الحاجة ملحة بعد ذلك لبناء إعدادية تضم التلاميذ الناجحين من المرحلة الأولى لاستكمال تعليمهم، فكانت إعدادية دريكيش، والتي باتت تعرف اليوم باسم مدرسة الثورة. طبيعي المرحلة الثانية بده يؤسس المتوسطة، يعني إعدادية دريكيش. ذهب إلى عند مدير التربية في اللاذقية، قال له السادس سابع ثامن تاسع، السادس كان متوسط ولم يكن ابتدائي أيام الوحدي، أعيد للابتدائي لكن هو في الأساس متوسط. فقال له مدير التربية بدك 7 طلاب وأسس لك السادس المتوسط. حدثني اللواء فخر الدين حماد أنهم في لجوء وهم يدرسون في التجهيز الأولى في اللاذقية جمال، يخرجون من الصفوف إلى الإدارة
وإذا مرحوم عبد الحميد ضبوا كتبكم أحدث لكم إعدادية، هني ثلاثة ودبر أربعة من الريف، سبع طلاب أحدثت متوسطة الدريكيس في عام 1943، فصدرت واستلم أول مدير فيها الأستاذ عبد الحميد محمود أدار الإعدادية بالإضافة لإشرافه على الابتدائي. مدرسة الثورة بناء أثري تاريخي مهيب تم إنشاؤه في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي خلال فترة الاحتلال الفرنسي كثكنة عسكرية للجنود والضباط الفرنسيين. يتألف البناء من طابقين استخدم فيها الحجر الكلسي المربع والمادة الإسمنتية المتوافرة في تلك الفترة مع نوافذ معدنية وجسور تربط بينها بقضبان متشابكة، ويظهر البناء بشكله ليخبر عنه. تناوب على إدارة الإعدادية الأستاذ حسن حمام وهو من اللاذقية، حنا الطيار وهو من صافيطة، نعيسي وهو من ريف اللاذقية، جاءوا كلهم مدراء الإعدادية، وكان هؤلاء المدراء يسكنون في بناء المدرسة. هذه السكن الفرنسية تحولت إلى متوسطة الدريكي، وكان بها ملحق إداري يسكن به المدير، حيث تتوزع الغرف من الداخل بمساحات واسعة وسقوف عالية للطابق الأرضي، ويتوسط البناء درج داخلي من الخشب والحديد. وعلى اعتبار أن المبنى مخصص للجنود فلا بد من تهيئة غرف للإقامة والمبيت، بالإضافة إلى وجود قبو واسع تم تحويله فيما بعد إلى غرف صفية. بعد جلاء المستعمر تم تجهيز المبنى وتحويله إلى إعدادية دريكيش لطلاب المرحلة المتوسطة من الصف السابع حتى التاسع. المتوسطة تحولت إلى ثانوية عام 1959، حيث كان المرحوم عبد الحميد محفوظ عضواً في مجلس الأمة المصري، فاستقدم الدكتور أمجد طرابلسي وزير التربية للإقليم الشمالي وقال له نريد ثانوي في الدريكيش، وأحدثت ثانوي الدريكيش عام 1959. ضمت مدرسة دريكيش طلاب المنطقة وما حولها، حيث كانت الإعدادية مركزاً تعليمياً مهماً جمع نخبة من خيرة المدرسين والمديرين. طبعاً مدرسة بني الدريكيش هي الأقدم في المنطقة، والتي كانت تعرف سابقاً بمدرسة الثورة، ويليها في القدم مدرسة خالد بن الوليد. هاتين المدرستين أقدم مدارس عرفت في منطقة الدريكيش، وكانت مركز فكري كبير وحركة فكرية تعاقب على إدارات هذه المدارس مجموعة من الشخصيات الكبيرة، منهم الدكتور وزير التربية السابق محمود السيد، الأستاذ عبد اللطيف محرز، الأستاذ الدكتور جميل وجيه الأسعد، الأستاذ يوسف خيل، الأستاذ اسكندر جورية، الأستاذ حنا بيطار، الأستاذ عطية ريشي، كبار الرجالات الفكرية والعلمية والأدبية تميزت بها هذه المدرسة. منها كان الموجه الكبير والكاتب الكبير الأستاذ حامد حسن، منها شخصيات درست فيها الأستاذ علي خضر، الأستاذ أحمد يوسف داود، الأستاذ المفكر الباحث يوسف مصطفى، كلهم من عمالقة مدرسة بني الدريكيش التي كانت سابقا الثورة. وبعد الثورة ظهرت مدرستين جديدتين هما ثانوية الشهيد محمد علي مصطفى وثانوية الشهيد أمين دبرة، التي تأتي بالقدم بعد مدرستي الثورة وخالد بن الوليد. في بداية الخمسينيات من القرن الماضي تم تحويل البناء الحجري الثكنة العسكرية بمهاجع الجنود ومكاتب البناء الإدارية إلى إعدادية دريكيش، فتم تجهيز البناء على هذا الأساس، واستثمرت المساحة المحيطة بالبناء لتكون باحة للطلاب يحيط بها سور خارجي لحمايتهم.
بالنسبة للطلاب الذين كانوا يأتون إلى هذه المدرسة أيام كانت تسمى بني الدريكيش وثانوية بني الدريكيش، كانوا يأتون من سهل عكار من منطقة الصفصافة وناحية كرتو، وكان يأتون من بانياس ومن القدموس ومن الشيخ بدر ومن مدينة طرطوس. كانوا الطلاب أكثرهم كانوا يدرسون هنا، وكان هناك مدارس بمعنى أنه في مبيت خاص للطلاب الذين يأتون من أماكن بعيدة، يعني البعض تجهيزات ربما كانت من المدرسة أو من الاستئجار، يعني كان في هناك تأمين سكن لهؤلاء الطلاب الذين يأتون من مناطق بعيدة في أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي. نلاحظ بتوزيع البناء وموقعه امتداداً واسعاً مع درج خلفي لسهولة حركة المعاملات الإدارية في تلك الفترة، وقد بقي على حاله حتى اليوم. مرت مدرسة الثورة بمراحل عدة، ففي خمسينيات القرن الماضي باتت الحاجة ملحة لبناء ثانوية لطلاب دريكيش وما حولها. أحدثت ثانوية دريكيش عام 1959، وطلب بإحداثها المرحوم عبد الحميد، ووافق أمجد طرابلسي وزير التربية في الإقليم الشمالي أيام الوحدة، وأحدثت ثانوية دريكيش، وكان أول مدير لها هو المربي الكبير ومجاز الفلسفي الكبير أستاذ وجيه الأسعد، الذي ترجم أكثر من 50 كتاب وهو معروف، ومن قرية مجاورة دريكيش اسمه عين الجيش، عين الجيش. فجاء مدير لها في 59 وازدهرت، وتخرج أول دفعة بكالوريا علمي 40 طالب. طبيعي كان يأتي الطلاب من كل المناطق، حتى من الشيخ بدر، حتى من، وكان الأول في محافظة لاصقية من الدريكيش الطالب محمود خضر، حي القصيبية، جمع 228 من 240، وكان الثاني الطالب جودة رمضان من المحصر، وكان الثالث عدنان ديب. تخرجوا بمعدلات جيدة وقبلوا منح دراسية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في حلب، وكانت تابعة لجامعة دمشق، لأن جامعة حلب لم تحدث حتى 59، ودرسوا على نفقة الدولة. واحدهم أصبح مديرا للكهرباء الحسكي، وجودة أصبح مديرا لمحطة ضخ السن، وعدنان ديب مديرا للثانوية الصناعية، وهم في أعمار متقدم اليوم، وهم خرجوا الدورة الأولى في ثانوية دريكيش. حتى عام 1974 كانت مدرسة الثورة ثانوية بني دريكيش بكل قاعاتها وتجهيزاتها ووسائلها التعليمية، لكن مع قيام الحركة التصحيحية عام 1970 وضمن منجزاتها التي تجلت ببناء مدارس عدة، أحدثت ثانوية الشهيد علي مصطفى في دريكيش، وتم تحويل مدرسة الثورة إلى ابتدائية لطلاب الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الصف السادس، ولا تزال حتى اليوم تتابع مسيرتها التعليمية بكوادر مؤهلة من قبل وزارة التربية ومديريتها وضمن المنهاج المطور المعتمد. ١٩٧٥ كنت طالب في مدرسة بني دريكيش التي تسمى الثورة حالياً. انتقلنا إلى هنا عام 1976، درست المرحلة الإعدادية والثانوية في هذه المدرسة وتخرجت منها وعدت إليها مدرساً، وبعدها ب 2006 كلفت فيها مديراً لثانوية الشهيد محمد علي مصطفى. ثانوية دريكيش، ثانوية الشهيد علي مصطفى، تم إحداثها بداية السبعينيات من القرن الماضي، وهي بناء مؤلف من طابقين ب22 قاعة صفية. بالنسبة لمنطقة دريكيش كحركة تعليمية تعتبر الأولى أو الرائدة في الحركة التعليمية. بالنسبة لثانوية الشهيد محمد علي مصطفى التي نحن موجودون فيها الآن، هي بناء يعود إلى عام 1974، والتدشين كان عام 1976، وتضم 22 قاعة درسية بقاعتي مخبر وقاعة مكتبة وغرف مدرسين وإدارة وغرف توجيهية، إلى جانب الدورات الخاصة بالطلاب والمعلمين للمياه.
ثانوية الشهيد محمد علي مصطفى عندما افتتحت عام 1976 كانت للذكور، وثانوية الشهيد أمين دبرها كانت للإناث. حتى عام 1980 بدأت عملية دخول ما يعرف بالنظام المختلط الذكور والإناث، لكن بين عام 76 لعام 80 كان هناك شعبة إناث أدبي موجودة في ثانوية الشهيد محمد علي مصطفى، وعدد طلابها بين 5 أو 8 إناث فقط أدبي. بعد 80 لا تغير الوضع وأصبح العملية مختلطة، فأصبحت أمين دبرة مختلطة ومحمد علي مصطفى مختلطة، وبدأت عملية المواكبة والتطور في المجالين لأمين دبرة ولمحمد علي مصطفى. في عام 1980 تجاوز عدد الطلاب 800 طالب، وكانت مدرسة واحدة هي الأم، ثم قل عدد الطلاب وبدأوا يتوزعون في بقية المدارس، لكن كوادرها بقيت محافظة على مستواها التعليمي الرفيع، وتعاقب على إدارتها خيرة الأساتذة من أبناء المنطقة وما حولها. من 76 إلى 80 عندما كنت طالب تعاقب على هذه المدرسة شخصيات إدارية هامة، منهم الأستاذ علي خضر وكان مميزا ومديرا مميزا، والأستاذ سليمان غنام، وأيضا تعاقب على هذه المدرسة السيدة جميلة بركات. كنا أركان أساسيين في الحفاظ على الحركة التعليمية من عام 1980 حتى العام الذي أتيت فيه كمدير، وهم كانوا أركان حركة علمية ومميزة في منطقة الدريكش. الهدف الأسمى هو خلق جيل يكمل رسالة التعليم يوصلها للأبناء بكل أمانة، وهذا ما كان عليه الحال في ثانوية الشهيد محمد علي مصطفى والتي سميت باسمه، وهو من أبناء المنطقة واستشهد في حرب تشرين التحريرية عام 1973. عندما كلفت بمهمة مدير ثانوية عام 2006 كان هدفي الأساسي أن أعمل بما مر به المدراء الكبار، وأن أحافظ على ما قدمه هؤلاء المدراء الكبار من تاريخ علمي وفكري، فوضعت في نفسي أن أوثق تاريخ هذه المدرسة والحركة التعليمية في منطقة الدريكيش، وخاصة أن اختصاصي مادة التاريخ. لذلك دأبت بكل إمكاناتي للعمل على النهوض بهذه المدرسة بكل إمكانات، وخاصة أنني كنت طالبا فيها وكل شيء فيها أشعر به كأنه في بيتي. لذلك كان الواجب علي أن أعرف أبناء الطلاب القادمين كيف نحن احترمنا الجيل الماضي، وكيف زرعوا فينا محبة الوطن والعلم والأدب، وأن أنقل هذه الرسالة للأبناء الذين أصبحت مديرهم. لذلك كان الهدف هو إقامة مشروع يمكن أن يحقق وجود أخلاقي وتربوي وتمسك وقيم بكل المعاني التي تعني بها المعرفة والأدب. هذا المشروع الوطني الذي ضم وسائل تعليمية عبر مراحل مختلفة من تأسيس المدرسة حتى اليوم حافظ عليه الأستاذ إبراهيم والسوف بكل أمانة، فحرص على توثيق الملفات وفرز القرارات والمراسيم بطريقة فريدة للحفاظ على تاريخ المدارس والمنطقة بطبيعة الحال، ويحدثنا عنها بالتفصيل. كان في مستودع موجود في دهو الثانوية، حاولت أن أنفض الغبار عليه، كان في هناك قرار بترحيل كل ما هو موجود، فأنا حاولت قدر الإمكان عدم الترحيل، وقمت بجمع كل هذه الأوراق والمستندات والوثائق والأدوات الخاصة وأعدتها إلى المخبر، نفضت عنها الغبار الذي يحتاج إلى ترميم رممته، ووضعت بنفسي أن أعمل مشروع لمعرض اسمه الإرث العلمي والثقافي لمدرسة بني الدريكيش محمد علي مصطفى حاليا، وقمت بهذا المشروع عام 2017، ودعيت إليه كل المدرسين القدماء والإداريين القدماء وكل من مر ودرس في هذه الثانوية، إلى جانب التربويين ونقابة المعلمين ورجال الدين. وكان في كثير لفتة كريمة أن هذا المعرض أخذ احترام وتقدير كل أبناء هذه المنطقة، والبعض بدأ يستذكر اسمه وسجله وتاريخه، أعطت انطباع أخلاقي وتربوي وإنساني. هذه أول مطبعة دخلت منذ أربعينيات القرن الماضي إلى مدرسة بني الدريكيش، وهي باللغة الإنجليزية، وتدل المحفظة على قدم هذه المطبعة. أيضا هذه مطبعة أيضا دخلت إلى مدرسة بني الدريكيش بأربعينيات القرن الماضي، وهي باللغة العربية.
هذا كأس للطالبة المرحومة مها حمودي، توفيت عام 1968، ووالدها كانت هي مشهورة بكرة الطائرة، ووالدها أحب أن يقدم دوري في المدرسة في تلك الفترة، وقدم هذا الكأس باسمها، باسم الطالبة المرحومة مها حمودة. هذه الكؤوس كانت منطقة دريكيش وخاصة مدرسة بني دريكيش معروفة بألعاب القوى، وخاصة رمي القرص والقفص الطويل والوثب العالي والرمح. فهذه الكؤوس هي لبعض الطلاب الذين نالوا المرتبة الثالثة في ألعاب القوى بستينيات القرن الماضي. الشهيد محمد علي مصطفى من أبناء منطقة دريكيش، حائزاً على وسام الجمهورية وتكريماً لبطولاته، سميت الثانوية باسمه. المعنيون في طرطوس اقترحوا أن تسمى ثانوي دريكيش باسم الشهيد النقيب محمد علي مصطفى، حائز وسام بطل الجمهورية، وقد درس فيها وتخرج منها، وهو من أبطال تشرين، وحائز وسام الدولة، أعلى وسام في الدولة، وعدد من حازوا 16، وأسماؤهم وصورهم في المتحف الحرب، وهو الشقيقية. هلا ازدهرت الثانوي وتعاقب عليها مدرسون جيدون وإدارات جيدة، لابد من الإشارة للوجدان أن ثانوية الفارابي التي أسسها المرحوم هي ثانوي خاصة جنب المستوصف، كانت محل بيته. هلا ثانوية الفارابي أسسها عام 1952 المرحوم نجم الدين الصالح، وهي ثانوية خاصة، وازدهرت ثانوية الفارابي وشكلت أيضا موقعا معرفيا وعلميا، وكان يعني هو يتسامح مع الفقراء كالقسط 50 ليرة، الفقير 25، وخرجت أجيال يعني تذكر، ومنهم وصل إلى مواقع في الجيش والسلطة، فخرجت نخب الدكتور محمد الفاضل، الدكتور صلاح الأحمد، وهم أعلام يعني في الرياضيات وفي الحقوق، الدكتور محي الدين عيسى عالم الوراثة المعروف، هم خرجوا متوسطة دريكيش وثانويتها فيما بعد. فكانت مشعلا حضاريا، مشعلا تعليميا وتنويريا وسياسيا. الخمسينات كانت مرحلة عمل سياسي، والمدارس كانت مركز للعمل، كان فيه انفتاح للأحزاب كلها. فأصبحت دريكيش إذن محطة علمية، محطة سياسية، محطة. أنا كنت في الصف السادس في احتفالات الجلاء عندما تخرج الأحزاب بمظاهراتها، كان في أحزاب طيارة. هذا هو التوسط، هذه هي المعرفة، هذه هي التنويرية. أتحدث عن دريكيش المنطقة، ولا أحصر المعرفة في المدينة، هي منطقة يعني من حمين إلى الدوير ومن صافيطة إلى وادي العيون. ولا يمكن أن ينسى أبناء دريكيش المربي الفاضل المرحوم عبد الحميد محفوظ، الذي ساهم بإرساء قواعد العلم في المنطقة، وحافظ أبناؤها من بعده جيلاً بعد جيل على مقتنياته في منزله مع أدواته الشخصية عبر رحلة طويلة قدم خلالها كل خبراته ومعارفه وعلومه لخدمة دريكيش وما حولها. طبعاً بالنسبة للحركة التعليمية وخاصة التدريسية، أكثر مواد طبعاً كانت هي مواد اللغات، ومواد اللغات كان الاعتماد عليها من خارج منطقة دريكيش، وخاصة من منطقة صافيطة للغات الفرنسية والإنجليزية، وحتى مادة الاجتماعيات أكثر مدرسي الاجتماعيات لمادة الجغرافيا والتاريخ كانوا من منطقة صافيطة، لقلة وجود مدرسين من نفس الاختصاص في هذه المنطقة. حتى مواد الرياضيات كان يأتينا من دمشق، من حلب، لمواد الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، من حمص، من حماة. كانت المدرسة متنوعة بمدرسيها من خارج قطاع محافظة طرطوس. أما عن الثانوية فقاعاتها ومقتنياتها الفريدة تحمل كذلك طابعاً أصيلاً بأعمال فنية بأيدي طلابها وأساتذتها، ومنهم أساتذة مادة الجغرافيا الذين عملوا على توثيق الخرائط ووضعها في بهو المدرسة التي ضمت كذلك مكتبة غنية جداً بنفائس الكتب والمجموعات الشعرية والدواوين.
سجل خاص لمادة اللغات، واللغات التي كانت منتشرة في تلك المرحلة هما اللغتين، طبعا وزارة المعارف، اللغتين الفرنسية والإنجليزية، لكن الكسرة كانت اللغتي الإنجليزية لتوافر بعض المدرسين. هذه الخريطة صنع الطالب حرب زمرون، وهي من إعداد المدرس ميخائيل موسى، قام بترميمها بالتسعينيات الأستاذ فؤاد عيسى، وهي حاليا تمثل المغرب العربي، وهي من عام 1967. هذه الخريطة للوطن العربي قام بإعدادها المدرس بدري رهجة، وكان مدرسا أيام الستينيات في مدرسة بني الدريكيش. بعد وجيه الأسعد إجا الأستاذ كندر جوري مديرا لثانوي دريك، جاء الدكتور محمود سيد الله يصبح وزيرا فيما بعد مديرا لثانوي دريك، وتعاقب عليها مدراء آخرون، الأستاذ علي خضر أمض الله بعمره، وسليمان غنام، وبعض المدرسين الآخرين القدماء يعني تعاقبوا على إدارتها، وكانت متميزة يعني بانضباطها، بتفوق طلابها، بحرصهم، حتى أنهم كانوا يأتون المصاف والشيخ بدر ليدرسوا في الدرك ولا يذهبون إلى الطب، مع أن تجهيز طرطوس أحدثت في 48 ويغضب من تجهيز دريك، لكن كانوا يفضلون دراسة دريك. من الذين درسوا وتخرجوا من إعدادي دريكيش، الدكتور محمد محفوظ جيولوجيا معروف من فتح الصاد، دكتور علي بلاء طبيب عصبي جاء من الشيخ سعد من البرغلية ليدرس في الدريك، شاعر أحمد سليمان معروف جاء من مصر ليدرس في الدريك، شاعر محمد بدر عمران جاء من الملاجي ليدرس في الدريك. مسيرة علم وعمل ناضل بها أبناء مدارس دريكيش والمنطقة على مر السنين ليكملوا ما بدأه عمالقة التعليم، وتستمر رسالة البحث عن المعرفة وإيصالها إلى الطلاب بكل إخلاص وأمانة. أتمنى دائماً أن تبقى العملية التربوية في أعلى مراحلها، وأن نحافظ قدر الإمكان بإمكاناتنا المتواضعة على إنجاح العمل التربوي، لأن الرسالة التربوية رسالة وطن، ومن يبني إنسان يبني وطن.